هذا الفيديو بهديه لعشاء الفستق الحلبي. هذا من اطيب انواع الايس كريم اللي بيتسوى بالبيت. شوفوا على المنظر يا جماعة، شغلة كبيرة. شفتوا على المنظر عليها؟ منطلعهم كلياتهم هيك بهالطريقة. شفتوا على المنظر؟ هذا شيء فخامي على الآخر. شفتوا على المنظر؟ شفتوا على المنظر؟ شوفوا على المنظر. شغلة كبيرة. شوفوا على المنظر. بونجورنو توتي، بونجورنو يا بلدي، بونجورنو لكل عربي وين ما كان. اليوم وصفتنا رح تكون شغلة كتير كبيرة. من البداية رح قلكن شغلة كتير كبيرة. هذا الفيديو بهديه لعشاء الفستق الحلبي. هذه الوصفة خليط بين الثقافة الإيطالية والثقافة العربية، مجموعين مع بعضهم طلعت هذه النتيجة. رح نعمل خليط، هو خليط الأيس كريم، هاني بالإيطالي بنسميه سيمي فريدو، شبه بارد. رح أعمله بالفستق الحلبي ورح أستعمل بس عجينة الكنافة. شوفوا على المنظر هلأ بهالشوب الموجود، هيك كيكات باردة شغلة كبيرة. شوفوا على المنظر، رح أقدم لكم إياهم بعدة أشكال هيك بس حتى أعطيكم فكر. هلأ تابعوني لأقدم لكم الوصفة. في عندي 450 جرام عجينة كنافة، هلأ رح شربها بالزبدة. أنا عندي زبدة، فيكن تستعملوا السمنة كمان بيكون أفضل. أنا دوبت تقريبا 200 جرام زبدة. هلأ رح حاول فرفدها هيك بإيدي حتى تشرب كل الزبدة اللي حطيناها. مثل ما شفتوا أنا وزعتها على الصينية بشكل متساوي. هلا راح اشويها لمده 15-20 دقيقه على حراره 190 درجه. مثل ما انكم شايفين راح استعمل 200 جرام فستق، راح احطهم بالتقلي، راح احط 100 جرام سكر، 20 جرام زبده او معلقه زبده او معلقه سمنه، وراح اضيف معلقه ماء زهر. بنشتغل على نار وسط. التحريك لازم يكون مستمر طول الوقت. مثل ما شفتوا بلش يتغير لون السكر. بهذه المرحلة هلأ رح احط ربع معلقة صغيرة ملح. من شفنا انه السكر كلياته داب منشيلهم مباشرة من على النار. وصلنا لهذه المرحلة داب السكر على الآخر. هلا بنشيلهم من على النار وبنوزعهم على طاوله تكون ستانل ستيل او تكون من الرخام. رح اشتغل هيك بهالطريقه. هلا مباشره بنجيب معلقتين وبنبلش نوزع فيهم مشان ما يضلوا ملزقين ببعضهم. بنخليهم ليبردوا مظبوط شي دقيقتين ثلاثه، بعدين بنحطهم بوعاء. هيك حمصناهم وكرملناهم. بنفس الطريقة فيكن تعملوا اللوز، البندق. هلأ أنا بطنجرة مثل ما كنتم شايفين في عندي 10 صفارات بيض. البياض ما بنستخدمه بهذه الوصفة، بنخليه على جنب. رح أرجع أقدم لكم وصفة تانية بس رح نستعمل فيها بياض البيض. مثل ما كنتم شايفين في عندي طنجرة صغيرة فيها شوية مي. أنا هلأ رح حط صفار البيض بقلب الطنجرة. النار لازم تكون كتير خفيفة وبنبلش تحريك فيهم هيك بهالشكل. هيدي العملية لازم ما تاكل أكثر من دقيقتين أو ثلاثة. منضل عم نحرك بشكل مستمر. هلأ رح شيله من على النار. كبيت المي السخنة وحطيت مي باردة. رح أرجع حطه بالمي الباردة وأخفقه تقريبا لمدة دقيقة. هيك بنكون بسطرناه بهالطريقة. مثل ما كنتم شايفين صار كريمة. هيك هلأ صار معنا جاهز. رح حط 200 جرام سكر، تقريبا 10 معالق، يعني لكل صفار معلقة سكر. بنخفقهم منيح بهيدي الفروستة بس لحتى ندوب السكر بنحصل على هيدا القوام. هلا مثل ما كنتم شايفين انا هيدا الوعاء كنت حاطه بالفريزر حتى تلج كثير منيح. في عندي لتر كريمة الحليب او كريم فريش بدون سكر. بنصحكم تستعملوا دائما الكريم فريش الحيواني مو النباتي. انا رح احطه هلا بالوعاء.
بالخفاقة الكهربائية منبلش خفق فيه. مثل ما انكم شايفين لازم نحصل على هذا القوام، لازم نخفقها 70%، لازم تضل مثل ما انكم شايفين طرية بهالشكل. هذه نقطة كتير مهمة بوصفتنا. هلا رح حط صفار البيض، نعمل له خلطة. انا رح استعمل 150 جرام من باستا البيستاكيو او عجينة الفستق الحلبي. الفيديو بتلاقوه بكريمة الحلويات، انا قدمته بالتفصيل كيف بنسويه. فيكن تسووه طبعا بالبندق، باللوز، بالجوز، حتى بالفول السوداني. هلا منخلط كتير منيح. هذا بيشبه كتير خليط البوظاء او الايس كريم. هلا هيك بهالطريقه صار الخليط جاهز معنا. فيكن تحطوا اي شيء، فيكن تحطوا كاكاو، شقف شوكولا، شوكولا تقطعوه تحطوه بقلبه، مثل البندق، اللوز، الجوز، اي شيء فيكن تحطوه بتطلع معكم ايس كريم غير شكل. هلا رح احطه بالبراد لمده نص ساعه وراح اقدم لكم اياه بعده طرق. هذه عجينه الكنافه بعد ما شويتها، شفتوا على اللون اللي عليها. لل450 جرام انا رح احط 100 جرام سكر بودره، وراح احط معلقتين عسل كبار، فيكن تستعملوا القطر. راح اعمل لهم خلطه بهالشكل. لازم نحصل على هذا الشكل من عجينه الكنافه. هلا مثل ما انكم شايفين انا في عندي هون عده اشكال للقوالب. لشغلي الحرفي بستعمل عده قوالب من كل الاشكال ومن كل الاحجام. راح اقدم لكم اياهم بطرق مختلفه بس حتى اعطيكم فكر. وفيكم تستعملوا الصينيه الكلاسيكيه. هلا راح اجيب صينيه احط عليها ورقه وراح احط عليها القوالب. الافضل انه نحط فيها ورقه، ورقه الزبده ورقه الفرن. هلا بنجيب عجينتنا وبنشتغل بهالشكل. القوالب الصغار بنحط تقريبا معلقه. هذا القالب اذا بدكم فيكم تعملوا له حرف كمان، مثل الحلويات اللي بتتسوى كمان ببلادنا العربيه، عش البلبل. مثل ما انتم شايفين قدر الامكان تعملوا هذا الشكل كمان بالقوالب. هلا رح نعمل قاعده كمان لهذه الصينيه. مثل ما شفتوا اهم شيء تكبسوها كثير منيح. هلا هذا الفستق اللي كرملناه حط كم حبه اللي سويناهم مثل عش البلبل، وراح احط كمان كم حبه هون. هذا الفستق المكرمل بيكون المفاجاه بهذا الحلو اذا ما كان مبين على الوجه. وقت الواحد ببلش ياكله وبيصير يقرمش تحت السنان شغله كبيره. راح احط كمان شوي بهذا الكيكه. هذا الخليط تبعنا. في عندي بري راح احط بقلبه كيس حلواني، وراح اعبي كيس الحلواني. هلا راح اعبي نص هيدي الكيكه هيك بهالشكل. هلا بنجيب كيس الحلواني بنقص طرفه. هلا هالي القوالب المربعين راح نعبيهم كلياتهم. القوالب المدورين بنعبيهم بس لنصهم. هلا بنحطهم بالفريزر لمدة ساعة، خليتهم تقريبا ساعة ونص بالفريزر. هلا رح نكفي شغل. أنا رح أعملهم هالي المدورين رح أعملهم بطبقتين. أنا ضل عندي عجينة الكنافة، بنحط كم معلقة هيك بهالطريقة، نعمل طبقة تانية بعجينة الكنافة بهالشكل. هلا راح اعمل القوالب الصغار المدورين، بنحط معلقه بكل قالب، بنعمل لهم كبسه كمان بالمعلقه مثل ما كنتم شايفين هيك بهالشكل. بالخليط بنعبي القوالب هيك بهالشكل. هذا الخليط اللي ضل عندنا راح احط شوي بالكيكه. هلا بنحطهم بالفريزر اقل شيء 6 ساعات او افضل ليله كامله. هذه الكميه اللي فضلت عندي من الخليط انا راح احطهم بوعاء
وراح تلجن راح فرجيكم الايس كريم بطعمه الفستو، راح احطهم بالفريزر وبعدين افرجيكم كيف النتيجه. هيدي الكيكه الكبيره صار لها تقريبا شي ساعتين بالفريزر، قبل ما تتجمد مزبوط راح زينها. تفضل عندي شويه عجينه كنافه وعندي كمان الفستو المكرمل. هلا راح اشتغل هيك بهالطريقه مثل ما كنتم شايفين، عم بشتغل هيك لانه لسه مو متجمد مزبوط الخليط. هيك بهالطريقه بيعلق الفستو المكرمل وعجينه الكنافه بيعلقوا على الخليط. طبعا فيكم تتفننوا وتزينوها على كيفكم مثل ما كنتم شايفين. بنعملها هيك بهالطريقه، خط كنافه وخط فستق مكرمل، بتجيبوا معلقه وبنعمل كبسه صغيره هيك بهالطريقه، بتصير كلياتها بشكل متساوي. تاني شيء العجينه والفستق المكرمل بيعلق على الخليط ما بيوقع. هلا بنرجع بنحطها بالفريزر. كمان هلا هون رح احط عليهم الفستق الحلبي بهالشكل، اعمل له هيك بس دقه صغيره بالمعلقه. والفستق المكرمل اللي فضل عندي طحنته بالميكسر، ومثل ما انكم شايفين بنرش على وجهه هيك بهالطريقه، نمرق بالمعلقه هيك على الخفيف حتى يلزق كل الفستق المجروش على وجه الخليط. بنرجع بنحطهم بالفريزر. انا خليتهم ليله كامله مثل ما انكم شايفين، هذه النتيجه، متلجين كثير كثير مليح. رح فرجيكم الطريقه الاسهل كيف بنطلعهم من القوالب. هلا انا هون في عندي مي سخنه وفي عندي قطعه قماش، حطها بالمي السخنه مثل ما انكم شايفين هيك تقريبا، شيء من برمها شيء 30 ثانيه تكون شوي دافيه. بنحاول بنفتحها، شفتوا على المنظر عليها سباتولا، نحاول نشيلها بهالطريقه. شفتوا على المنظر عليها، راح ارجع احطها بالفريزر 10 دقائق مرات بقطعه القماش هيك بهالطريقه. هلا بنجيب صحن تقديم وبنطلعهم بهالشكل. شفتوا على المنظر عليه، بنشيلهم كلياتهم هيك بهالطريقه مثل ما انكم شايفين. هذا شيء فخامي على الاخر. هلا بنرجع بنحطهم 10 دقائق بالفريزر، بنطالع اخر شيء هيدي القوالب المدوره. هذا الفيديو بهديه لعشاق الفستق الحلبي. هلا بنحطهم بالفريزر لمده 10 دقائق. اول شيء رح اقدم لكم الايس كريم بالفستق، هيدي الكميه اللي فضلت عنا. هلا رح اسوي ابوع البوظه او قرن البوظه. انا رح اخذ من هيدا الابوع اللي بيكون بسكويت. انا البوظه عندي بمحلي بتتعبى بالمعالق ما بتتعبى بالطابات. طلعوا على القوام اللي عليه، هيك نحن بنعبي الايس كريم عندي بمحلي. شوفوا على المنظر، اذا بدكم فيكم تحطوا كمان الفستق على الوجه هيك بهالطريقه. شو رايكم؟ ماشي بشهي؟ هذا من اطيب انواع الايس كريم اللي بيتسوى بالبيت، اكثر من هيك ايس كريم كريمي ولا يمكن انه الواحد يقدر يسويه. هلا راح ذوقه. اكيد معظمكم صار يعرف انه انا من عشاق الفستق الحلبي. يا جماعه شغله كبيره. شغله كثير كبيره. هلا بصيفيه هذا لازم تجربوه على الاكيد. راح خليه باكله بعدين لانه بدي ذوق الكيكات اللي حضرتهم. شفتوا على المنظر؟ هلا راح اقطع قطعه. شوفوا على المنظر. راح ذوقها.
بتحسوا مباشرة بطعمة الشعيبيات أو الفيصلية أو كل القصص اللي مسويه بالفستق الحلبي مع عجينة الكنافة. يعني ما بعرف شو بدي لكم، أنا بحب كتير الفستق الحلبي، أنا من عشاق الفستق الحلبي، أي شيء مسوى بالفستق الحلبي أنا بعشقه. يعني هذا الحلو بالتحديد، هذا الحلو شغلة كتير كبيرة. شفتوا على المنظر؟ عجينة الكنافة مع الايس كريم الفستق حلبي مع الفستق الحلبي المكرمل، يعني ما بعرف شو بدي لكم. بونيسيمو. لا رح اقطع لكم واحد من عش البلبل. شوفوا على المنظر. شغلة كبيرة. هذا الخليط للايس كريم او السيمي فريدو او الشبه بارد قوامه ولا اطيب من هيك، يعني اطيب من البوظة التقليدية اللي انتم بتعرفوها واصح بكتير. مشان هيك بتمنى انكم تجربوها وبتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو. هلا رح كفي اكل الكيكة، بشوفكم بفيديو جديد. تشاو. إذا عجبتكم الوصفة اشتركوا بقناتي وتابعوني. حظني كبير للكل.